created the bridge for me to get into Masaf Riyata. كمان أخوي علي إبراهيم عوض. أنا كنت ساكن معه سنة ونص ممكن أكثر. شكرا كثير حبيبي. So you're very welcome. I leave you with the music. Maybe it was yeah. طبعا يعني عيد هو بالنسبة لي نجم في هذه الأمسية لأنه ما يكون فيه من يعني عمل هو أول شيء عمل فني بامتياز ولكن هو عمل أيضا يعني فعل مقاومة أيضا بامتياز وبأمل كمان هذا المعرض الصغير اللي يفتح أمامه أفاق وكمان يمكن وجوده يعني وإيمانه بما يفعل على طريق إنه يأخذ يعني حيز أوسع في الفضاء الثقافي كمان هنا وفي الخارج إن شاء الله وإحنا كمصدر مصر قطان على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لتمكينه من تحقيق يعني ذاته كما ينبغي. في البداية بس أحب أشكر الجميع هان في مركز الخليج السكيني على استضافتي هان في وعمل المعرض اللي موجود وأخوي سعد محمود وإدواردو كمان. والله ما كانت فكرة ما كانت أصلاً يعني لما أقول ما كانت تخطر على بالي إني أقدر أجي هان مسافة بعيدة من الجنوب على رام الله هان ونجيب الأغراض معنا وكانت رحلة يعني شاقة شوي بس ثمار أن تعرضنا على وجوه طيب كلكم وبقدر كل الناس اللي أجوا معنا يعني وشافوا وبقدر الفن اللي بقدر بقول فن مستحيل يعني شوي مش صعب شوي وعملنا إشي من لا شيء يعني من لا شيء سوينا إشي برغم من كل ظروف المحيط في المنطقة في الجنوب ما كان زي ما نقول في هذه يسموها زي كماليات بس في أولويات الحياة هناك مش إنها زي الإنسان اللي عايش في المدينة كل شيء متوفر عنده وبس عنده فكرة وبس يعني في هناك في صعوبات مش ممكن تخطر على بال حد يعني إنه يقدر مثلا هدم البيوت موجود العنف سلب الأراضي اقتحام اعتقال الناس يعني يقول لك شو أنت بتفكر في الفن وإحنا في وضع زي هذا مستحيل يعني ممكن يعني أنا عن جيراني بهدمه كانوا كان في عملية هدم عن جيراني وأنا منها ابتكرت اللي هي الموديل الجرافي الموجود من قلب الواقع المرير من قلب يعني الصعوبة اللي موجودة أنا ابتكرت شيء خلال مدة بسيطة يعني والله الناس صاروا بيسألون كيف أنت يا رجل يعني من كل الظروف المحيطة أنت قدرت بس بتفكر هيك وين الصبر اللي عندك شو طولة البال هاي شو الأمل اللي عندك قلت يا جماعة والله برغم كل الظروف المحيطة تقدر تجد شيء هذا وكل سهولة يعني مش معقول الإنسان بيكون كقالب حجر أو مثلا إنه فيش عنده إحساس أو مشاعر مظبوط في 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 آلام في مشاكل بس من ناحية ثانية في ناس في عندها طاقات وفي إبداعات وفي غير الناس كثير عندهم طاقات وإبداعات بس مش قادر اللي مش قادر يعني يطلعها للناس وللعالم على شيء هيك يعني ممكن إنه يعني خلاص بقول لك أنا مش راح أسوي شيء يعني أنا مستسلم بس أنا إنسان ما بستسلم أول شيء يعني أي فكرة خلاص راح أسويها هذا الشكل من أشكال المقاومة لا شك وهو نوعا ما هو مقاومة وأصلا وجودك على الأرض هناك في وجودك يعني على الأرض وعلى فكرة مش يعني بعيد كثير يعني بالنسبة أنا شخصيا بسكن على جدار المستوطن يعني لو الواحد بيشوف المكان السكن اللي فيه مش راح يصدق هذا شو سوى يعني أنا جدار المستوطن يعني بعيد عني زي يعني بس مترين بس وانا بشوفهم هم طالعين وداخلين على بيوتهم هم عايشين في عالم اخر وانت عايش في عالم اخر هم عندهم كل شيء من ناحيه كل شيء موجود عندهم مستوطنين ونحن نعرف كيف يعني بين في فرق هائل بين المواطن الفلسطيني والمستوطن بشكل يعني ما
ما في مجال للمقارنة نهائيا من ناحية قوة من ناحية مال وعلى وعنده كل الإمكانات بس يعني من كل هال في بصيص أمل من كل هال النفق المعتمد اللي موجود وإحنا ماشيين فيه. أهم شيء فشل في إحباط أهم شيء. والله أنا عندي طاقة يعني كاملة للوضوح حلوة. أنا خطيت مراحل كثيرة من ال المعاناة ومنها وأنا يعني في تجربة شخصية كمان مع الواقع لأن أنا عايش في الواقع أصلاً وبشوف كله يعني إذا ما كان عندي أنا في عنجراني في منطقة مسافة اليطا اللي منطقة إطلاق النار فيها كله وفيها مشاكل وفيها يعني اعتقالات وفيها مصادرة وفيها يعني كل موجود هذا بشوف كله يعني مش إنه سرد قصة مثلاً أو إعلام بالإعلام لكن هذا شيء واقع موجود كله وأنا بحيي الجميع وأهلا وسهلا فيك وشكرا.